المهم استمرت المحاكمة اليوم في الزوال، استماع تقريبا المتهمين اللي ظهر في التجليات ديال المحاكمة هو نفس الصورة والمنطق اللي بنوا عليه المتهمين الأولين في الصباح، ولكن أنه كان اتفاق بحيث أنهم كيرفضوا أنه يجاوبوا على الأسئلة اللي كانوا وضعها عليهم المحامين ديال المطالبين بالحق المدني، اللي هي أسئلة ماشي فقط غير محرجة ولكن أسئلة كترجم الواقع ديال الأسباب وديال المرتكبي الأفعال. فشي طبيعي كان عندهم اتفاق أنهم يجاوبوش على هذه الأسئلة. استمرنا في المناقشة والاستنطاق ديال المتهمين، حيث استمعنا لباقي المتهمين. لم نتمم جميع المتهمين، بل ما تأخرت الملف اليوم الاثنين لاستمرار في استنطاق المتهمين، وكانت مناقشة لبعض الدفعات وبعض المناقشات وشدت الكلامية بين هيئات الدفاع والنيابة العامة حول هذا الموضوع، ولكن في جميع الأحوال المسطرة احترمت وما زالت إجراءات المسطرية مستمرة، وهناك احترام لحقوق الدفاع وهناك احترام للإجراءات كما ينص عليها القانون.